الرئيس الأسد يتلقى رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نقلها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. الجعفري يقول إنه تم الاتفاق مع وفد ديمستورا على اجتماعات بين خبراء من وفد الجمهورية العربية السورية وخبراء من الوفد الأممي. ووحدات الجيش تقضي على أعداد من الإرهابيين بدير الزهور في حمص الشرقي وتحبط هجوما بريف حماة. الثالثة فجرا، أهلا بكم. تلقى الرئيس بشار الأسد رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نقلها مبعوثه مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية، وخصوصا ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم داعش الإرهابي على الحدود المشتركة بين البلدين. الرئيس الأسد أكد أن أي إنجاز يحققه الجيشان السوري والعراقي على صعيد محاربة الإرهاب يشكل خطوة هامة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى كلا البلدين، فالعدو مشترك والمعركة واحدة ضد المخططات الهادفة إلى إضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الأدوات المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية. وناقش اللقاء الخطوات العملية والميدانية للتنسيق العسكري بين الجيشين على طرفي الحدود، كما جرى بحث آفاق التعاون القريب المباشر بين الجيشين السوري والعراقي في مكافحة الإرهاب بشكل مشترك بين البلدين. التقى وفد الجمهورية العربية السورية المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا للمرة الرابعة خلال جلسات الحوار السوري في جنيف، ثم عقد الدكتور بشار الجعفري مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه تم بنتيجة المشاورات المكثفة الاتفاق على اجتماع غير رسمي بين خبراء دستوريين من وفد الجمهورية العربية السورية وخبراء من الوفد الأممي. الهدف من هذا الاجتماع الذي اتفقنا على تسميته باجتماع خبراء فقط، خبراء دستوريين، الغرض هو بحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطا مناسبة تصلح كمبادئ دستورية. هنا أشير إلى ورقة المبادئ الأساسية المؤلفة من 12 نقطة. سيتم التعامل مع العناصر ذات الصلة بالعملية الدستورية من أصل هذه النقاط 12. سيعرض الخبراء نتائج اجتماعاتهم، نتائج أعمالهم على الجلسات الرسمية لوفدنا مع المبعوث الخاص. يعني اجتماعات وأعمال الخبراء ليست منفصلة عن اجتماعات الوفد. نتائج أعمال الخبراء ستعرض على الوفد بكامله، والوفد الذي أتشرف برئاسته هو الذي سيقرر النتائج النهائية فيما بعد. مفادة الإخبارية إلى جنيف رصدت الأجواء المرافقة للمحادثات ووفتنا بالتقرير التالي. بداية يوم جديد في جنيف في عمر المحادثات السورية السورية، هنا انتظار كل تفصيل سيد الموقف. بعض الاتفاقات قادرة أن تكسر الروتين اليومي، فالأمر لم يعد يحتمل بعض الصور التذكارية. هنا لم يعد هذا يعني كثيرا. مبكرا اليوم بدأت الاجتماعات وعلى الوقت كالمعتاد، وصل وفد الجمهورية العربية السورية للقاء المفد الأممي ستيفان ديمستورا. أصبح من باب الاعتياد للجميع هذا الحضور الواضح للوفد السوري القادم، وباعتباره حتما ضرورات الدفاع عن الحقوق الوطنية للبلد، وبعيدا عن تفاصيل المسرحية الملهات وممثليها الكثر هنا
صغارا وكبارا، هواة ومحترفين. وبيده أيضا ما يجري هناك على جبهات لم يعد مسموح الخرق فيها، حيث البندقية تفعل فعلها. وانطلاقا من هذه الإيجابية، فقد أعلن وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف أن مشاوراته مع المبعوث الخاص ستيفان دي مستورة أسفرت عن الاتفاق على عقد اجتماعات غير رسمية بين خبراء دستوريين من وفد الجمهورية العربية السورية وفريق المبعوث. وتم الاتفاق على تسمية هذا الاجتماع باجتماع خبراء، فقط خبراء دستوريين، على أن يكون الغرض من هذا الاجتماع هو بحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطا مناسبة تصلح كمبادئ دستورية، أي إن مشروع الورقة حول إنشاء آلية تشاورية أصبح وراء الظهر. في المقلب الآخر، يستمر المشهد متعثرا مترددا من وفود تتزاحم على الجانب الآخر من الطاولة. لا غريب أبدا طالما العين على مواقف الدول التي اعتادت أن توجه لهم الأوامر، وهي تبدو اليوم في حالة اضطراب مستتر حينا وظاهر أحيانا أخرى. يتلقى دي مستورة هنا لكمة تلو الأخرى أمام هؤلاء، ويسكت على مضض أمام ضحالة الطرح والتعهدات غير المنجزة. طبيعي وهو في حضرة وفود من يقف خلفها هو سيد المكان هنا وليس الأمم، وكله لحين. لكن الأكيد أن الوطن لمن يدافع عنه بحق، وليس لمن يقدمه جسدا على طاولة التشريح. صحيح هنا تصمت أصوات المدافع ورصاصات الموت، ولكنها تحضر للأسف بأشكال أخرى وبرعاية أممية. فمنطق السلام اليوم في ظل هذه الملهات لا يزال صادئا حتى إشعار آخر. مصطفى علي، ضياء نشاوي، ربى الحجلي، الإخبارية السورية، جنيف. كشفت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستجري قريبا اتصالات في غاية الأهمية مع عدد من الأنظمة الخليجية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا. وكالة تاس نقلت عن بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي كشفه عن اتصالات مكثفة مع دمشق وبعض الفصائل الإرهابية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية. بوغدانوف أكد أن الاتصالات لا تجري مع كل الفصائل، مشيرا إلى ما أسماها اتصالات مهمة للغاية مع بعض أنظمة الخليج على مختلف المستويات، بما في ذلك على المستوى الرفيع، مؤكدا أن روسيا تبحث موضوع تبني مذكرة أستانا الخاصة بإقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا كقرار دولي صادر عن مجلس الأمن. قال وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف إن بلاده لا تنظر في مسألة نقل مكان عقد اجتماع أستانا القادم بشأن سوريا في منتصف شهر تموز المقبل، والذي يتزامن مع تنظيم معرض إكسبو 2017 الدولي في العاصمة الكازاخية أستانا. عبد الرحمنوف أضاف أن مسألة تغيير مكان وزمان عقد الاجتماع الدوري بشأن سوريا غير مطروحة للبحث، مؤكدا أن لدى كازاخستان ما يكفي من القدرات لعقد الاجتماع المذكور في ساحتها في موعده المقرر، مضيفا أن بلاده تواصل العمل بصورة فعالة مع الدول الضامنة لعملية أستانا كما تم إقراره وتأكيد عليه في الجلسة الأخيرة لهذه العملية، وهذا ما تم توثيقه في المذكرة التي وقعتها روسيا وإيران وتركيا. استشهد عدد من أهالي قرية عقارب صافية شرق مدينة السلمية جراء اعتداء لتنظيم داعش الإرهابي. مراسل الإخبارية ذكر أن مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت بأعداد كبيرة الأهالي في قرية عقارب صافية، واقتحمت عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية قبل أن تتدخل وحدات الجيش والقوات المسلحة ومجموعات الدفاع الشعبية وتمنعهم من الدخول إلى وسط القرية. أكد مصدر عسكري القضاء على 9 إرهابيين من داعش في محيط منطقة المقابر بدير الزور، فيما استهدفت وحدات من القوات المسلحة تجمعات التنظيم الإرهابي في ريف حمص الشرقي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد. المشهد الميداني في تقرير نادي الجندوي.
تجمعات ومحاور تحركات التنظيمات التكفيرية تتلقى الضربات النارية الدقيقة من قبل الجيش العربي السوري، الذي قضى في عمليات نوعية على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش في قريتي أم الرمان وسد القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، كما دمر آليات لهم ومعدات حربية. وليس بعيدا عن حمص، فقد أحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حماة الشرقي، وذلك من الجهة الجنوبية لقرية عقارب الصافية في ريف سلمية الشرقي. تأتي تلك العملية بعد اشتباكات عنيفة انتهت بمقتل العديد من الإرهابيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم. ضربات نارية مكثفة وجهتها وحدات من القوات المسلحة على مواقع انتشار إرهابي تنظيم داعش وخطوط إمدادهم في دير الزور، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا بينهم متزعمان في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية من المدينة. وكان سقط نحو 58 إرهابيا من داعش بين قتيل ومصاب في عمليات للجيش العربي السوري مدعوما بالطيران الحربي ضد تحصيناتهم في مدينة دير الزور ومحيطها. ونبقى مع هذه المشاهد من رمايات مدفعية الجيش العربي السوري على مقرات تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق تدمر. استكمالا لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة في حي الوعر بحمص، خرجت دفعة جديدة من المسلحين باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. أسامة ديوب. وجهة جديدة لمسلحي حي الوعر الرافضين لعملية المصالحة، وذلك باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، استكمالا لتنفيذ بنود اتفاق حي الوعر والذي أنجز منه القسم الأكبر، حيث بدأت ورش الصيانة بالعمل على إعادة الحياة إلى الحي. ستبدأ عملية الإخلاء النهائية غدا بعد الظهر عبر قافلتين إلى جرابلس وإلى إدلب، ويوم السبت سيكون هو اليوم الأخير لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين. وفي نفس الوقت ستدخل مؤسسات الدولة إلى حي الوعر اعتبارا من يوم الأحد، وسيتم البدء بصيانة جميع المؤسسات الرسمية، وخلال أسابيع ستكون جميع المؤسسات في إطار الخدمة. في أيام قليلة إن شاء الله، بعد 3 أيام سيكون مدينة حمص خالية من المسلحين، وستتم عملية الإعمار كما خطط لها من قبل الحكومة، وهذه عملية المصالحة تمت بأيادي السوريين بالسوريين أنفسهم. هذه يدل على أن السوريين قادرين على أن يبنوا حياتهم كما يريدون كما يخططوا لها. قبل عملية خروج المسلحين من حي الوعر، قامت المجموعات الإرهابية داخل الحي بحراق مقراتها. كما نلاحظ تصاعد دخان من داخل حي الوعر في كل مرة مع خروج كل دفعة من المجموعات الإرهابية من داخل هذا الحي، كانت تقوم بحراق مقراتها هناك. أيام قليلة ويعود حي الوعر إلى حضن الوطن كبقية أحياء حمص التي تعيش حالة من الأمن والاستقرار بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حي الوعر. أحبط الجيش اللبناني محاولة تسلل للإرهابيين من جرود عرسال ورأس بعلبك في البقاع. قناة المنار اللبنانية ذكرت أن الجيش اللبناني وبعد رصد تحركات الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع استهدفهم بالقصف المدفعي الثقيل والأسلحة المناسبة، موقعا إصابات مباشرة بينهم، كما دمر سيارات تقل إرهابيين.
يزمع جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة جدار أمني على طول الحدود مع لبنان، وذلك بذريعة منع عمليات التسلل من قبل مقاتلي حزب الله. التفاصيل في تقرير مراسلة الإخبارية نور الحج. صحيفة هآريتس الصهيونية كتبت إن جيش الاحتلال سيشرع قريبا بإقامة جدار أمني على طول الحدود مع لبنان، وإلى أن الجدار سيكون شبيها بالذي تم إنشاؤه على طول الحدود مع مصر، وذلك بذريعة منع عمليات التسلل حسب الصحيفة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الجدار في بعض المقاطع إلى 6 أمتار، بما يشبه الجدار الذي أقيم على طول الحدود مع مصر والجولان السوري المحتل. أولا، لا شك أصبح من الثابت والمعلوم أن إسرائيل تعيش هاجس حقيقي وليس وهم وليس دعائي من إمكانية أن يقوم حزب الله بتحقيق أي خرق أمني أو أي خرق عسكري من جراء عملية يخطط لها حزب الله أو من جراء معركة عسكرية تقدم عليها إسرائيل، ومن الممكن أن تنتهي بإمكانية لحزب الله أن يدخل إلى شمال إسرائيل فيحقق انتصارات عسكرية على الأرض ولو باحتلال أمطار مربعة. وتصل كلفة الجدار الذي يحمل اسم ساعة الرمل أكثر من 100 مليون شيقل، وسيقام في منطقتين جرى تصنيفهما كمناطق أولية من الدرجة الأولى، إحداهما تقع قرب رأس الناقورة والثانية قريبة من المطلة. لذلك لأنها تعيش هذا الهاجس ولأنها تحسب 1000 حساب، خصوصا بعد حرب 2006 وبعد الهزيمة التي أصابتها، وخصوصا بعد ما ترك من انطباع لديها نتيجة الحرب التي وقعت في سوريا ومشاركة حزب الله وهذا التخزين والتراكم من الخطورات القتالية الهائلة التي حصلها حزب الله، هي تحسب 1000 حساب من أن يتحقق مثل هكذا هدف. لذلك ذهبت أيضا إلى مزيد ومزيد من التحصينات، وغدا بعد أن تبني هذا الجدار ستبني وراءه جدار أيضا، لأن حزب الله استطاع أن يحقق خرق ما في مكان ما فتذهب إلى جدار آخر. مراقبون أن هذه الظاهرة تؤكد فشل السياسة الإسرائيلية وتحولها إلى سياسة التمترس خلف الجدران، وبالتالي حصار نفسها بيدها كي يشعر المجتمع الدولي بالقلق وابتزازه مع استمرار سياساتها العدوانية والتوسعية دون رادع. اللبنانيون يسخرون من هذا الموضوع، أي حل يتوقعه الإسرائيليون من بناء هذا الجدار في ظل وجود حزب الله وقدراته التي أرعبت وسترعب الكيان الصهيوني؟ نور الحاج، الإخبارية السورية، من الضاحية الجنوبية، بيروت. استشهد شاب فلسطيني وأصيب صحفي بجروح برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية، وذلك خلال مشاركتهما في فعالية للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن الشاب معتز حسين هلال بني شمس البالغ من العمر 23 عاما من بلدة بيت شرق نابلس استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي، فيما قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل إن المصور الصحفي مجدي إشتية أصيب بالرصاص الحي في اليد وإصابته مستقرة وتم نقله لمستشفى إرفيديا لتلقي العلاج، مشيرا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بالفعالية. القوات العراقية تستعيد السيطرة على مطارين عسكريين غرب مدينة الموصل من إرهابي تنظيم داعش. هيا عباس. تقدم جديد للقوات العراقية المشتركة في المعركة ضد تنظيم داعش بالموصل والمستمرة منذ 7 أشهر، حيث تمكنت القوات العراقية ومن خلال التكتيك العسكري والمنظم بين جميع المحاور من استعادة السيطرة على قرى حيلة وخلف إدريس وخميسة والمدينة وخمسة لولة وعين فتحي غرب مدينة الموصل. إلى ذلك عثرت القوات العراقية على مخبأ للأسلحة ودمرت 3 آليات مفخخة
ومدفع هاون وأوكرين للإرهابيين خلال تطهير حي 17 تموز في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، مشهد ميداني مماثل شهدته محافظة نينوى باستعادة القوات العراقية السيطرة على مطار واشنطن ومطار سهل سنجار العسكرية الواقع غرب مدينة، والذي يمتلك أهمية كبيرة في تأمين خط الإمدادات العسكرية واللوجستية. من جهتها أعلنت الشرطة العراقية استشهاد شخصين وإصابة 8 آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي النصر والسلام التابعتين لقضاء أبو غريب وحي الرسالة غرب العاصمة بغداد. يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد تلقى رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقلها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. الجعفري يقول إنه تم الاتفاق مع وفد دمستورة على اجتماعات بين خبراء من وفد الجمهورية العربية السورية وخبراء من الوفد الأممي. ووحدات الجيش تقضي على أعداد من الإرهابيين بدير الزور وريف حمص الشرقي وتحبط هجوما بريف حما. إلى اللقاء.